أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فاندير كلاو عن القلق إزاء الآثار التي أحدثها إصابة تشابالا في اليمن رغم تراجع قوته، وأشار المسؤول الأممي إلى أن تقديرات المنظمة تفيد أن أكثر من 1,100,000 شخص قد يتضرر بهذا الإعصار أو من هذا الإعصار. رغم الإعلان عن انتهاء تأثير إعصار تشابالا على بلادنا، إلا أن آثاره ومخاطره يصعب تجاوزها على المدى القريب، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار بغزارة. نتابع التفاصيل. الله أكبر. هي أيام الله وقوته. تضرب السواحل الشرقية الشمالية في اليمن، وتجعل منها مدنا عائمة في بحار من المياه. قطرة، الجزيرة الراسية بقلب المحيط، تركت وحيدة تواجه أمواج البحر الهائج جراء الرياح العاتية التي جلبها إعصار تشابالا الأقوى من نوعه على الجزيرة المنكوبة وسكانها البالغ عددهم 1500 نسمة. جرفت سيول أمطاره الغزيرة أكثر من 700 منزل وفقدان أكثر من 200 قارب وقلع للأشجار وجرف للمزارع والحيوانات، فيما يستغيث أهلها لإنقاذهم، فلا يبدو أن لهم من منقذ سوى 3 طائرات إغاثة عمانية وصلت مطار الجزيرة تحمل ما تيسر من غذاء ودواء وبعض مستلزمات الإيواء. لم تهدأ وتيرة تشابالا منذ تشكله في قلب بحر العرب، متخذا من حضرموت وعاصمتها المكلا محطته الثانية، ضربها بكل عنفوانه وقوته ليجعل من المدينة خالية على عروشها بعد إجلاء أكثر من 2,000 أسرة إلى أعالي الجبال، تاركين منازلهم التي غمرتها مياه أمطار الغزيرة جارفة سيولها مئات المنازل، مسببة في قطع الطرق وفقدان 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. شبوة هي المدينة الأخرى ضربها الإعصار وأصاب أهلها في مقتل، لعل نظرات طفل يجلس على أكوام خراب منزلهم المتكون من الحجارة والطين التي جرفته سيول أمطار العاصفة الرعدية تلخص مشهد النكبة التي حلت على قرية جعلة مديرية الرضوم، الذي باغت سكينتهم الإعصار في غفلة وجعلها في خبر كان. شوف شوف براك شوف شوف بقى من هم حتى حق الحليب حتى حق الشيء من حق نجيبه، ما حد رزقنا عليه بنستاهل الراحة كله، شوف البيت ما قدرنا الا بعد تعب بعد نكد لقيناه، شوف شفت شوف حتى التلفزيون شطنا بعد عنا بعد مكان عاد دين عاد حتى محمد عاد عندنا دين عاد حتى ما سلمنا عاد، شوف 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 انا شوف بقعد كيف شوف هذا كله عاد حق جدي حق جدي حق جدي، احنا بقينا نحن ناس قدنا فقر وعاد السيل دمر ابنها دمار، شوف بقى شوف حتى جيراننا حتى قمنا باخلاعهم وتعاون مع المواطنين بجهود ذاتي من قبل المواطنين وعلى الخير، ولم تقدم الينا اي معونات من اي سلطات كانت ولا منظمات ولا هيئات ولا اي جهد شخصي من اهالي المنطقه وعلى الخير جزاهم الله الف خير، والى الان الاسر في المدارس وفي بيوت المواطنين ولم تقدم لهم اي مساعدات غذائيه ولا ملبوسات ولا اي شيء اطلاقا الى الان. غابت السلطات عن انقاذهم ونسي العالم نكبتهم وضاعف الاعصار معاناه الوطن، فلا ناصر لكم اليوم ولا منقذ سوى رحمه من الله ومغفره، وبشر الصابرين.